الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلق الله وسيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه أجمعين، علمائي وزملائي التلاميذ. أقرأ عليكم تحية مباركة طيبة من الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك يسعدني كثيرا أن أقدم لكم هذه الكلمات حول الموضوع لغة العربية ولغة الإنجليزية أيهما أفضل. أنا أفضل اللغة العربية على اللغة الإنجليزية للأسباب التالية: أولاً، اللغة العربية هي أم اللغات، هذا لأنها لغة القرآن الكريم الذي هو دستورنا، وبها نفهم القرآن والسنة فهماً صحيحاً كما حفظها أسلافنا الذين حافظوا على اللغة العربية. ثانياً، فبدونها لا يمكننا فهم القرآن ولا السنة، كما أنها لا تتغير ولا تتأثر عبر الزمن. فلو أتى اليوم قيس بن ملوح وسمعنا نتكلم العربية الفصحى لفهمنا. ثالثاً، اللغات الأخرى تتغير عبر الزمن ومفرداتها لا تتغير على خلاف اللغة العربية. رابعاً، إن علوم الطب والزراعة سائر العلوم اكتشفها العرب، فأتى الإنجليزيون فسرقوا العلوم وادعوا بأنها لهم. وبهذا أقول أن اللغة العربية أفضل من اللغة الإنجليزية للأسباب المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم في الله فاطمة محمد أبو بكر من مركز الإمام مالك الإسلامي ميدوغوري ولاية برنو، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدي مصطفى سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أساتذة الكرام ورفاقي الطلاب الشرفاء، السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، يشرفني قيامي أمامكم كي ألقي على مسامعكم كلمات مفصلة على موضوع اللغة العربية واللغة الإنجليزية أيهما أفضل. كلا اللغتين مهمتين لكل إنسان، وأما اللغة الإنجليزية أفضل من اللغة العربية لهذه الأسباب. أولا، نتكلم اللغة الإنجليزية لأنها لغة العلم والاقتصاد والقوة. ثانيا، وهي لغة البحث العلمي، إذ أن هناك 75% نسبة من البحوث العلمية تنتشر باللغة الإنجليزية. ثالثا، أن الإنجليزية هي لغة عالمية يتحدث بها أغلب سكان العالم، تكون لغتهم الرسمية. رابعا، وهي لغة تجمع الأمة لعالمية كمبيوتر والفيزيائيين وعلوم الفيزيائيين، وهي أيضا لغة تساعد عن انتشار دعوتك الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيكم في الله أحمد إبراهيم مترا من مركز الإمام مالك الإسلامية ميدوغوري.